شو هي أهم توقعات الفلك لمواليد السرطان بشهر شباط فبراير 2021؟ عزيزي السرطان، يمكن تتغير نظرتك للحياة بهالشهر أو حتى للعلاقات الإنسانية كلها، وتشوف حالك مشدود للتقنيات الجديدة والحديثة والعالم الآخر يلي عم تتسارع خطواته نحو تغيير شامل، بخليك أنت تفكر فيه وتفلسفه وتعيد النظر ببعض القناعات وتنطوي شوي على نفسك، ولكن مع شعور بارتياح أكثر من الشهر الماضي لحطمنك. كواكب كتيرة بتجتمع ببرج الدلو، بتخليك تقيم بعض النظرات المادية، نظريات المادية، أو تفاوض بشأن مثلا شيء اقتصادي، شيء نقد، مصارف، ما شابه. أو يمكن تقود أنت حملة بهالمجال، أو تكون من ضمن فريق بيشتغل على تحسين وضع عام. بعض مواليد السرطان بيفكروا بالانقلاب على وضع معيد ملائم، بس الأمر الأهم هو الميل لإحداث تغيير جذري وإعادة صياغة طريقة أخرى بأسلوب العيش. يمكن تقدم عزيزي مولود السرطان على عملية تنظيف بحياتك، وتشوف أنه اللي من الناس بيستاهلوا اهتمامك وثقتك، ويمكن تميل للتخلي عن شي صار يزعجك أو معاد مفيد، وتتجرأ هالمرة على هالشي رغم تحفظك التقليدي، كأنه في شي جديد بيدخل حياتك أو حتى تفكيرك. بتتغير معه الميول والأهواء والعادات. مش سهل على مولود السرطان التغيير، بس حدسه دايما لا يخطئ أو بغالب الأوقات. بيحيدك الفلك حاليا بضرورة الانتقال لمعبر آخر، تبرز مشاريع جديدة على أثر إرث ربما بتحصل عليه، أو قسمة أملاك بتناسبك. يمكن تقدم على مشروع بتلاقي له مستثمرين جديين بهالشهر. لا شك أنك بتمرق بفترة مميزة جداً بيطرأ خلالها حدث بيخليك تغير الاتجاه أو تعتمد أسلوب آخر بالتعاطي مع الناس والأشغال. بيستيقظ بداخلك شعور بضرورة الحسم بمجالات متعددة، كل واحد حسب اهتماماته. على كل حال، حذر اليأس والتشاؤم، وما تخاف من أشياء ممكن تتعرض لها حالياً. الطاقة الفلكية بتحسك على التطوير والتغيير، ولازم تجابه أي أمر بإيجابية مطلقة، ولازم توثق بذاتك بكل وقت. الثقة بالذات هي الأهم، هي نص النجاح. المشاعر غزيرة جداً بهالشهر، كما الميل إلى الحرية والانطلاق الكبير. بس الفترة الأكثر رومانسية بتوقع ابتداء من تاريخ 20. قبل 20 لازم تضبط انفعالاتك وما تروح لخلاف مع الزوج أو تخلي هالأمر يوصل لانفصال. دار إذا فيك تشوف الناس والأصدقاء، لأنه كوكب مارس بيدعم حيويتك وثقتك بالنفس. يمكن تغوص بمجالات جديدة أو تتعرف لأشخاص مختلفين عن يلي كنت حديت هلأ منجذب لألون. يمكن تلاقي نفسك منشغل بمن حتى هلأ كنت لا مبالي تجاهه. أوقات بتغير العواطف فجأة، تتاح لك فرصة للتودد إلى هالشخص، وبيجمعكم ظرف واحد. ربما يمكن تسمع بوح بالحب من شخص تستغرب جدا أنه يكون عنده ميل لك، أو ما كان يعبر لك عن أي عواطف بالسابق. بالشأن المالي لازم نذكر أنه الفترة الأفضل بتوقع بين 11 و 27، في حين أنه الصحة بتحتاج لبعض الانتباه اعتبارا من تاريخ 18. يخشى ببداية الشهر من بعض سوء التفاهم على الصعيد العاطفي، ومن تفويت بعض الفرص لتقريب وجهات النظر. أما إذا كنت عازب فبيكون توأم روحك قريب منك جدا بهالأثناء. النص الثاني من الشهر عزيزي السرطان بيحمل تغيير،
تحدثت عنه وانعطاف كبير بحياتك الشخصية، وخلاله بتظهر عن جرأة وشجاعة كأنك تقمصت شخصية تانية، فبتفاجئ الناس اللي حولك. طبعا هذا الشهر مميز بالنسبة لك، شهر جيد في كتير من الإيجابيات وفي كتير يمكن من المفاجآت، بس انت متمكن جدا وانت مسلح حتى تواجه كل هالشي بإيجابية وتقطف ثمار بعض الجهود السابقة وحتى تتوصل إلى بعض القناعات الجديدة. في سميه هيك عنوان أعطيك، هذا شهر التغيير أو بداية التغيير بحياتك إن شاء الله دايما نحو الأفضل. فلسفيا بقولوا التغيير هو الانتقال من مكان أو من موقع إلى موقع أفضل، وهذا اللي بتمنى لك هالشهر.